هذا وقد أعربت عائلة السعدون عن خالص الولاء والطاعة ووقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما أكدت استنكارها وشجبها للمحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة التابعة لدولة قطر من أكاذيب وافتراءات للمساس بأمن واستقرار المملكة الغالية والنفخ في نار الفتنة.